معايا الآن المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. باشمهندس محمد، مساء الخير يا فندم. تحياتي يا فندم لحضرتك. أهلا وسهلا. هل السد العالي، المنشآت المائية التابعة للسد العالي، جاهزة للتعامل مع أي تداعيات للفيضان؟ بالتأكيد يا فندم، يعني وزارة الموارد المائية والري بكل أجهزتها بترفع درجة الاستعداد والطوارئ للاستعداد لموسم الفيضان اللي بيبدأ في 1 أغسطس لمدة 3 شهور ويستمر بعد كده، لكن هم ده يمكن أكتر 3 شهور بيكون فيهم حجم مياه الأمطار العابرة للحدود اللي بتيجي من منابع النيل بتوصل مصر. وعلى أساسه كافة أجهزة الوزارة اللي من ضمنها مثلا مركز الإنذار المبكر والتنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة وبعثات الري المصري الموجودة في دول المنابع زي السودان وجنوب السودان وأوغندا وغيره، زي بنتكلم عن مثلا السد العالي أو الهيئة المصرية العامة للسد العالي وكل المنشآت التابعة ليها. كل أجهزة الوزارة بتكون طبعا كل في مجاله بيقوم بدوره في الاستعداد لموسم الفيضان. السنة دي زي ما حضرتك متابع والسادة المواطنين والمشاهدين متابعين ان حجم الفيضان في دولة السودان الشقيق مرتفع، ويمكن ده فعلا اللجنة الدائمة لإيراد النهر دي بيرأسها السيد وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، بتتابع يعني هي في لجنة انعقاد بشكل مستمر لمتابعة حجم المياه الواردة والتعامل معاها. ربنا أنعم علينا بمشروع ضخم جدا يعتبر أهم مشروع يعني في مجال المنشآت المائية في القرن العشرين، هو السد العالي وبحيرة ناصر بتسوع بكافة المياه الواردة، ونقدر نخزنها ونديرها بشكل الأمثل عشان كمان يعني نستوفي احتياجاتنا، وده اللي حصل السنة دي، وإن شاء الله نقدر ندير الفيضان بالشكل المثالي أو الأمثل عشان نغطي كافة احتياجاتنا سواء للزراعة أو مياه الشرب أو غيره. طيب حضرتك أشرت إلى أنه في 3 شهور في السنة بيبقى فيهم موسم الفيضانات، بالتأكيد السنة دي مختلفة عن السنة اللي فاتت، فهل الإجراءات اللي متخذة السنة دي يعني في إجراءات معينة؟ هو طبعا ما نقدرش نقول ان مختلف على السد السنه اللي فاتت. انا عايز اوضح لحضرتك بس ان الفيضان كل سنه بيختلف في حجمه ونوعه، لكن بشكل نهائي نقدر نقيسه او نحدد حجمه ونوعه ده بيكون بنهايه اكتوبر، ولكن هو كل المؤشرات الان تقول ان هو فوق معدلات المتوسط، لكن في سنوات بيكون فيها حجم الفيضان بالفعل كبير زي السنه دي والسنه اللي فاتت، لكن في سنوات بيكون فيها يعني نقدر نقول اقل من المتوسط، ويمكن احيانا بيكون في سنوات جفاف، وده حصل في سنوات عدة قبل كده. يمكن أبرزهم بالنسبة لنا الفترة الممتدة لمدة 7 سنوات اللي كانت من 79 ل 86، وإزاي عانينا بشكل قوي جدا بسبب قلة المياه اللي نزلت على منابع النيل، واللي أدت إلى إن انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر نتيجة السحب. طبعا حضرتك تعلم بحيرة ناصر بنتعامل معها كأنها مخزن، يعني بشكل مبسط كده كأنها حصالة بنجمع فيها كل المياه الزائدة أو كل المياه اللي فيها اللي حصتنا، ونقدر إن إحنا نستخدمها في الزيادات، يعني بنجمعها في السنوات اللي فيها زيادة زي السنة دي والسنوات اللي فيها جفاف اللي إن شاء الله يعني نتمنى إنها تكون قليلة وفضل الله علينا، ومصر بإذن الله إن شاء الله ما تعطش أبدا. يعني جميل جدا. منسوب المياه الآن في بحيرة السد عامل إيه؟ منسوب المياه الآن إحنا بنتابعه يمكن سنتي بسنتي وساعة بساعة، وده من اهم ادوار او تكليف يعني نقدر نقول المنوط بيها وزاره الموارد المائيه والري. هو الحمد لله في نقدر نقول في معدلات امنه، قادرين على ادارته بشكل جيد. كل منشات السد العالي قادره تتعامل معاه، بنتعامل معاه بكذا منظور يا فندم، من ضمنهم ان احنا بنزود المنصرف من السد او بنخفضه على حسب الاحتياجات، ويمكن النهارده في البيان اللي امام حضرتك قلنا ان احنا بدانا نخفض المنصرف نتيجه الحمد لله يعني قادرين ان احنا نتعامل او نقول ان احنا لازم نفضي الشبكه الداخليه المتمثله في الترع والمصارف والمجرى الرئيسي نهر النيل، لان احنا بالفعل داخلين كمان على موسم سيول، فلازم ان احنا كمان نستوعب المياه اللي جوه مصر او الامطار اللي هتنزل عشان ما تسببش لا قدر الله اي مشاكل او اي اخطار او اي كوارث. كمان احنا محتاجين يعني يمكن ده من اهم مش نقدر نقول صعوبات لكن التحديات اللي احنا بنواجهها، ان احنا بنتعامل مع فيضان خارجي وايضا مع كميات الامطار والسيول الداخليه. بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري.